مرحبا، أنا اسمي الدكتور سرى الدين، وأنا أعمل حاليا في كورك أيرلندا. في هذا الفيديو سوف أشرح ماذا تفعل إذا كان اختبارك أو تحليلك إيجابيا لكورونا فيروس أو كوفيد-19، أو عندك أعراض الفيروس وأنت بانتظار نتيجة التحليل. أيضا سوف أشرح ماذا تفعل إذا كنت مع اتصال أو اختلاط بشخص اختباره إيجابي للفيروس. إذا كانت نتيجة تحليلك إيجابي للفيروس أو بانتظار نتيجة التحليل، فإنه من المهم جدا أن تبقى في المنزل، وخاصة في غرفتك بقدر الإمكان. وإذا كان من المفروض أن تشارك الغرفة مع أهلك في المنزل، فمن الضروري أن تبقى بمسافة مترين وأن ترتدي قناع للوجه. وعند الانتهاء من دخول الحمام أو التواليت، فإنه من المهم جدا أن تقوم بتنظيفه جيدا قبل استعماله من بعدك، وأيضا باستعمال المنشفة الخاصة بك فقط، وأيضا استعمال أدوات الطعام كالصحن والملعقة الخاصة بك فقط. من المفروض أيضا عدم مغادرة المنزل وعدم استقبال أي زوار لمدة 14 يوما من بدء الأعراض. أما إذا كان تحليلك إيجابيا وليس عندك أعراض، فمن المفروض أن تبقى في منزلك لمدة 14 يوما من يوم تحليلك. ودرجة الحرارة يجب أن تكون طبيعية لمدة 5 أيام قبل خروجك من المنزل والاختلاط مع الآخرين. أي شخص تحليله إيجابيا سوف يسأل عن أسماء الأشخاص الذين كان مختلط معهم، سواء من الأهل أو العمل أو شاركوه وسائل النقل أو بأي طريقة أخرى. إذا كنت مع شخص أكثر من 15 دقيقة وأقل من مسافة مترين، فهذا يعتبر من الأشخاص المخالطين. هؤلاء الأشخاص سوف يتم الاتصال بهم وطلب منهم البقاء في المنزل، وسوف يتم لهم عمل التحليل. والسبب هو منع انتشار الفيروس أو كوفيد-19. ولهذا فإنه من المهم جدا أن تعطي كل أسماء الأشخاص المخالطين معك لمنع انتشار الفيروس من غير قصد. معظم الأشخاص الذين قد طلب منهم عدم الذهاب للعمل بسبب تحليلهم الإيجابي أو بسبب المخالطة مع أشخاص تحليلهم إيجابي، لهم الحق المطالبة بالتأمين الاجتماعي، وقدره 350 يورو لكل شخص في الأسبوع من الحكومة الأيرلندية. طبيبك بإمكانه عمل لك التأمين الاجتماعي الطلب عن طريق المكالمة الهاتفية، فرجاء عدم الذهاب لعيادة الطبيب. وحتى إذا لم يكن عندك طبيب عائلة، فيمكن التحدث عبر الهاتف مع أي طبيب، والذي سيقوم بمساعدتك بدون أي أجر. ولأن أي أحد من منزلك غير مسموح له بالذهاب للتسوق، فأنت بحاجة للمساعدة من أجل الحصول على الطعام والغذاء. من الأشياء الممكنة أن يكون لديك صديق أن يساعدك عن طريق التسوق، وأن يترك التسوق على عتبة منزلك، أو بإمكانك التسوق عن طريق الإنترنت من مراكز التسوق الكبيرة. إذا كنت تحتاج لأدوية، فالكثير من الصيدليات باستطاعهم أن توصيل الأدوية إليك عن طريق المنزل، فالرجاء عدم الذهاب للتسوق أو الصيدليات. تذكر أنه على الرغم من أنك قد تكون مستاء أو حزين لأن تحليلك إيجابيا، فإن معظم الناس مع كوفيد-19 أو كورونا فيروس أعراضهم بسيطة ويتعافون بالمنزل مع الراحة ومخفض الحرارة مثل الباراسيتامول، والقليل جدا منهم يكون بحالة سيئة. إذا كنت تشعر بعدم القدرة على التنفس، فمن المهم جدا طلب المساعدة فورا من عن طريق الاتصال بطبيبك أو الاتصال ب 999 لطلب سيارة الإسعاف. الآن للذين تم إخبارهم بأنهم كانوا بالاختلاط بشخص تحليله إيجابيا، سوف يتم مكالمتهم عن طريق الهاتف للذهاب للتحليل، حتى إذا كانوا لا يشعرون بأي أعراض وبصحة جيدة.
إذا نتيجة التحليل الأول سلبي أي طبيعي، سوف يتم عمل تحليل ثاني بعد أسبوع. التحليل من الممكن أن يكون غير مريح، ولكن لمدة ثواني فقط، وعن طريق مسحة من الأنف والفم، وهي عملية جدا أمينة. حتى إذا تحليلك سلبي أو طبيعي، فسوف تسأل أن تبقى بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. يجب عليك عدم الذهاب للتسوق أو العمل، ولكن من الممكن أن تقوم بالمشي خارج المنزل ولوحدك وعدم مقابلة أي أحد، ويجب عليك عدم استقبال الزوار بمنزلك. شكرا على مشاهدة هذا الفيديو، ورجاء مشاركة هذا الفيديو من الآخرين الذين يتكلمون باللغة العربية، وأبقوا بأمان.